فالاثنين الحقيقه من المفترض ان هم هيعملوا مباراه شرسه جدا ومباراه قويه جدا. النادي الاهلي عايز يكسب، ولكن الترجي بقيمته الكبيره جدا، الترجي ده بمناسبه الكلام السلبي او الطاقه السلبيه اللي بتتصدر لجمهور النادي الاهلي وللاعيبه النادي الاهلي، يقول لك ايه؟ والله انا قريت حاجات غريبه جدا اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول. قال لك اصل النادي الاهلي الترجي في أسوأ حالاته، والهدف اللي جابه النادي الاهلي هو تسلل. يا فقيق، يا انت راجل فقيق، مش عارف اقولها ازاي، يعني انا مش عارف اقولها ازاي. حضرتك يعني احسن من كل الناس المحللين والخبراء في التحكيم، وحضرتك اللي طالع يعني عامل فيها ان النادي الاهلي هدف بتاع تسلل، وخلاص دلوقتي بقى الترجي هو أسوأ، يعني في أسوأ حالاته. الترجي هيفضل طول عمره ترجي، واحد من اهم وافضل الفرق في القاره الافريقيه، هو ده الترجي على فكره، وهي دي مباريات الديربي شمال افريقيا اللي احنا بنتكلم فيها، وكان اول مجموعته بالمناسبه وكسب الزمالك وكسب بقيه الفرق. فانا مش عارف اللي بيتكلم يا جماعه ما بيتكلمش بمنطق. وانا اكتر حاجه تزعلني ان انت لما تيجي تتكلم ممكن تكلم الناس بتوعك او الفولورز بتوعك على بالشكل ده انت حر، ولكن لما تيجي تتكلم مع جمهور الاهلي، جمهور الاهلي عجنك عجنك وفأسك وخبزك وكل حاجه. يعني وعايز اقول لحضراتكم حاجه، من المرات اللي انا بجد من قلبي انا كان نفسي العب مثلا نادي مصري، نادي الزمالك، كان نفسي العب نادي الزمالك لو ربنا كرمني وصلت النهائي كنادي اهلي، كان نفسي ان طرفي المباراه النهائيه يكون الاهلي والزمالك. امنيه ما كانت من امنيات حياتي تاني تحصل لتاني سنه على التوالي، مش هكذب عليكم، كان نفسي ان انا اشوف المباراه دي مره تانيه.